السلام عليكم وتحية للجميع الإخوة. بالنسبة إن شاء الله اليوم غادي نوريكم تربية أرانب، ما تسمى بقنية إن شاء الله، وكيفاش كنديروا لها في البلاد. التربية كيفاش كنربيو أرانب في البادية، طريقة عادية وزيادة في إنتاج بإذن الله. بالنسبة للخوص، ماكلة أي ماكلة أي حاجة عطيها عليهم، ماكلة قصور تاع البصلة، قصور تاع خيزو، قصور تاع الدنجان، طاطا، أي حاجة كياكلوه. بالنسبة للإخوة، هدي الشيبة تربية أرانب اقتصادية، دعمونا بلايك واشتراك ليصلكم الجديد إن شاء الله. اليوم إن شاء الله بحول الله وقوتي غنوريكم كيفاش كنربيو أرانب، وما يسمى بقنية العادية يعني البلدية. الطريقة سهلة، هذا اليازير، هذا رمانة. الطريقة عندنا حنا كنديرو حفرة بحال هذه، كنجيبو نتا وذكر